خلونا اليوم نجرب نلعب أول درافت لنا في فيفا 19. Let's go يا جماعة، حماس ألف. سايكو كهلا وقعدت أسوي كل هذا الشكل. اليوم شادر فيديو اللي هو عندنا اليوم يا جماعة مقطع لفيفا 19 يا جماعة. خير درافت يا مدير درفت له. أول شيء وقبل لا نبدأ، لا حد طالع في الريكورد أوكي، يعني كلها فصلات نت. واحد نصاب مرة. لا بس والله جد يا جماعة، يعني واحدة منهم كانت فصلت انت بصراحة، يعني فالباقي خسرت يعني. المهم يا جماعة خير، متحمس مرة اني العب درافت يا جماعة. طبعا اكتبوا لي في الكومنتات وش رايكم في فيفا 19 بالنسبة للجيم بلاي اللي لعبها، يكتب لي رايي تحت في الكومنتات. بعد اسبوع تقريبا من نزول اللعب، ولا والله مو اسبوع، على كيف اسبوع انا؟ تكيس على طول اسبوع والله العظيم. بعد فترة من نزول اللعب اكتبوا لي في الكومنتات. المهم يا جماعة اهم شيء لا تنسوا اللايك قبل لا نبدا. لايك لايك لايك، اشترك في القناة اذا كنت مو مشترك. يا اخي زرين والله العظيم ما ياخذ منك ثواني، لايك واشتراك بتلاقيهم فوق بعض، لايك واشتراك بس حبيبي. المهم يا جماعه الخير، بصراحه ما جربت الدرافت فليتس جو يا جماعه، خلونا ندخل ب 15000 والله واجد. A few moments later. يهو صار، استغفر الله. علق علق علق، الله يعلق راسكم يا شيخ. اوكي، محدثكم ادم بعد يوم كامل من التصوير اللي شفتوه، والله اني نفست انا بعد. فهذا اللي صار يا جماعه الخير، علقت اللعبه، قفلت التسجيل ورحت نمت على طول. فالمهم يا جماعه الخير خلونا نبدا على طول درافت حقيقي من جد، درافت بدون ما اعلق بدون اي شيء. فليتس جو يا شباب، خلونا ندخل. اوكي عندنا خطط حلوه جدا. فاوكي يا جماعه الخير، اتوقع راح اختار 4-4-2، خطه خرافيه جدا في هذا الجزء. فليتس جو يا جماعه، خلونا ندخل. يا رب ميسي الدون، هذا الحركات الحلوه يعني ضبطوني. خلاص امزح امزح، وش هذا؟ اذا هذه بدايتها كيف بعدين؟ لملا كابتن خير، عطني سانشيز يا رجال. طيب استي على الاقل يعني الدون يعني اوكي. هاريكين اوكي لا كنت طماع، عاد هاريكين ممتاز، قوه 89 لاعب خرافي، شكله لاعب. أبلك يا حبيبي، والله 90 أبلك يا جماعة. واو أوكي، خلوه بالدفاع لو جدين. خيمينيز من الدوري الأسباني، صح أمتيتي. لا ماشي الخطة صح، ماشي التشكيلة بشكل صحيح، بس لو يطلع لي والله ودي أجرب ميسي الدون يا أخي. طلعوهم كلها صح اليوم يا اخي، والله لو طالب مليون انا. اليوم يا حبيبي، ايه يا شيخ ضبطون. والله حرام هازارد ما اختاره، وصلاح احتاج ار دبليو. اوكي ستيرلينج عندي بالصلاح يعني، والله معليش يا جماعه، هازارد خرافي، هازارد فورم. او ماي جاد، اوكي يا شباب فملخص الفات درافت اسطوري قسما بالله. ما ادري يا جماعه تخيل، بس اتوقع من هذا من افضل التشكيلات. ميسي كان تدخيه 90 177، اوكي 87 تقييم الفريق، واو. اتوقع ان هذه التشكيله من افضل التشكيلات اللي ممكن تسويها في الدرافت حاليا. تدروا كيف يا جماعه الخير، يا اخي مشوار العب اول مباراه وثاني مباراه، خلينا نروح على طول المباراه الثالثه ولو ايش رايكم. فاختصارا للوقت يا جماعه، وصلت لكم للنصف النهائي، فان شاء الله نلعبها واذا فزنا نروح للنهائي. فهذه تشكيلتنا يا جماعه الخير بكل اختصار، تشكيله جباره. اول ما يبدا الجيم ادخل ليو يا حبيبي مكان ستيرلينج وبس تقريبا. فليتس جو يا جماعه، خلونا نلعب نصف النهائي حاليا، ليتس جو. الله يستر يا جماعه الخير من نصف النهائي، تشكيله اللي ضدي انجليزيه ايطاليه صح، والله كأسماء الصراحة تشكيلته مو مرة قوية، فهذا يدلنا لعيب. الله يستر. يا اخي ودي اكلم اقول انه ودي يا اخي خلني افوز يا اخي، حرام تصوير هذا، خلنا نفوز يا اخي. يا كونتي يا الله، صح نقوله يا الله، ولي العارضة يا كونتي صح. ساني يخرب، صح ساني
ها بلنتي يس يس يا شيخ. صح يا البلنتي تعجبني احبك يا فان دايك يا احلى مدافع انت في العالم. يا رب اضيعها يا رب اضيعها يا رب اضيعها يا جماعه والله العظيم اني خايف. اوكي خليه يمين خليه يمين خليه يمين. يا سلام صور يا دوناراما صور يا دوناراما هاري كين. يو واو واو يا هاري واو يا هاري التسديدة صح. ليو ليو طيح يا أخي أضرب بلنتي طيح بلنتي بلنتي. أحبك يا فان دايك فان دايك أحبك أحبك قسما بالله أنت عسل يا شيخ. هذه المرة في النص صح الليو الليو صح. قول 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 خلاص 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 يا حبيبي رصاصة الرحمة رصاصة الرحمة رصاصة الرحمة عطني عطني. ايوه 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 اطربني بصوت انسحاب اطربني يلا اطربني. الله الله على النهاية وديني يا شيخ يلا ليتس جو. اوكي اوكي تشكيلته مو قوي يا جماعة هذا يدل انه هو لعيب صح. مهما جاءت خير حبيت اذكركم ان هذا مقطع يوم الاحد مقطع لا تنسوا جدولنا احد ثلاثة خميس فبعد بكرة راح ينزل لكم مقطع وخميس راح ينزل لكم مقطع لا احد ينسى الجدول يا جماعة ففعل زر التنبيهات اذا ما فعل زر التنبيهات ليتس جو خلونا نلعب بسم الله. لو 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 دفاع 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 يا جماعة وش صاير هاي هاي في شيء في شيء لا لا وش وش هذا وش هذا هاي هاي ركزوا يا أخي صح صح ليو ليو روح ليو روح هي هدفك هي هدفك هاري كين صح التعادل صح اي 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 عطر الكرة عطر الكرة عطر الكرة يا بابا اي اي عطر يلا وحش يلا 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 صح اوكي 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 ايزي ديسيجن فري كيك هد 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 انا ما خلاص خلاص صح يا ثاني صح يا المرتده صح يا ليروي الله عليك يا ثاني اقسم بالله نجم الفريق هو كانتي هي الثالث هي الثالث هي الثالث ليروي مالت عليك وعلى اللي يمدحك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اموت على الروقان انا اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت الله 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 انك هذا قلتش العرضيات يعني ما في شيء احسن احسن القم يا ادم تستهبل ليش تستهبل ليش هي هدف 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 يا ان استغفر الله استغفر الله يا هاري يا سلام يا هاري كين الله عليك عطر الكورة يا شيخ والله ما أرضى بهذه النتيجة عطر الكورة كمان
كبير يا دخية. كانتي يا الله يا اخي ما يعرف يشوت. يخرب بيته يخرب بيته يا صاح يا حبيبي. اول مرة نوصل لنهائي الدرافت واول فوز. اول فوز اول يا جماعة نبي شيء اصعب يا اخي. الله العظيم الله ركين عشرة. جيجي والله جيجي جيجي والله مباراة حلوة اقسم بالله. مباراة مرة مرة ممتعة. يا سلام عطني جائزة الدرافت عطني يا رب يا رب. ما ادري اذا جوائزهم اختلفت صارت احسن. واضح ان ما عندهم سالفة يا رجال. يا رب ارحم ابوكم والله حرام. يا رب يا رب. اول باكج الزمن من يا شيخ شيخ يا رب. هذا اهم باكج يعني يا رب. 12 عنصر كلهم يلمعوا يعني يا رب يرحم ابوك. شاشات على الاقل حلو شاشات يا رب. فرنسي طيب طيب نتفائل يا جماعة خير نتفائل ان اخر باكج باذن الله في شيء باذن الله يا رب يا رب باذن الله في شيء. شاشات الماني حارث يا الله وقف قلبي والله العظيم وقف قلبي. لا 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 طيب اوكي اوكي كم ساعة كم ساعة اخي حرام حرام حرام. المهم يا جماعة الخير هذا كان اول درافت لنا مع الاسف ما طلع لنا شيء بس اوكي فزنا بالدرافت يعني شيء حلو. خلينا نفتح حزبتهم هذه الاعاره لاعب من 86 الى 90 اعاره. المهم شيء يا جماعة لا تنسون لايك اشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين اذا حبيتوا المقطع. خلينا نشوف من اللاعب برازيلي سيد ام كازيميرو حتى مو كازيميرو فرناندينو. استغفر الله ربي العظيم انهي المقطع يا شيخ. يلا يا جماعة اعطيكم العافية والسلام. سلام.